هذا ما تقدمه سياسة عمان، وهذا منهج سار عليه قديما وحديثا. نتذكر أن السلطان تيمور بن فيصل انتخب شخصية كبيرة وهي شخصية سليمان باشا الباروني، عندما كان القتال يقع في الحرم بين أحد من أمراء آل سعود وبين الشريف علي بن الحسين. لم يتصيد السلطان في الماء العكر، إنما رأى أن القتال بين الإخوة لا يصح، وفي الحرم من باب أولى لا يصح، فسعى بعد ذلك إلى التقريب بينهم. بعث سليمان باشا الباروني وزوده برسالة إلى الأميرين المتقاتلين يوصيهما بالصلح. ولما علم الإمام محمد بن عبد الله الخليلي بمسعى السلطان كتب رسالة إلى سليمان باشا الباروني: وإنا نبارك مسعاكما، أي مسعى السلطان ومسعاك. وأيضا زودهم برسالة لنصح المتقاتلين لإيقاف القتال. إذن هو منهج عليه القيادة الحالية، وتتكئ على موروث ثقافي أيضا لا تغفل عنه.